تفقد معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة منفذ خطم ملاح الحدودي في مدينة كلباء، وذلك خلال جولة ميدانية لمعاليه اليوم. رافقه خلالها سعادة سلطان علوان وكيل الوزارة بالوكالة، وسعادة سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي. تعزيز الأمن الغذائي هو أحد الأهداف التي تعمل عليها الدولة، لذا جاءت هذه الجولة الميدانية التي تفقد فيها معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة لمنفذ خط الملاحة الحدودي، للوقوف على جاهزية المنفذ لاستقبال إرساليات الغذاء الواردة للدولة ومدى مرونة وكفاءة خدمات الفحص والحجر الصحي التابعة للوزارة لتعزيز سلامة الغذاء وضمان استدامة سلاسل التوريد. نحن اليوم نسعى إلى تطوير موردنا الغذائي والتأكد من سلامته. زيارة مثل هذه في موقع مثل هذا يهمنا، لأنه يعني أننا نحن اليوم نسير في الطريق الصحيح في الإكثار من التبادل التجاري بيننا وبين أخواننا في سلطنة عمان. وخلال الجولة تفقد معالي قدرة العمل والاستيعاب لمختبرات الفحص البيطري ومنشآت الحجر في المنفذ ومدى كفاءة وجاهزية الكوادر العاملة. ولله الحمد والفضل، الأوضاع الآن بدأت إلى العودة كما كانت في السابق، وبإذن الله نتطلع من خلال هذه الشراكة فيما بين كذلك قطاع شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بالهيئة وما بين وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى كذلك فتح آفاق التعاون فيما بيننا وما بين كذلك الإخوة في سلطنة عمان الشقيقة. هذه الزيارات الميدانية لمنافذ الدولة تهدف لدراسة قدرتها على استيعاب حجم الإرساليات الواردة ومدى جاهزية مختبرات الفحص الملحقة بالمنافذ وجودة العمل في تقديم الخدمات بكفاءة عالية خلال مدة زمنية قصيرة، مع ضمان تحقيق أعلى معايير سلامة الغذاء. زيارات ميدانية تسهم في تعزيز الخطط والسياسات الوطنية الرامية للمحافظة على البيئة واستدامتها. لأخبار الدار، هويدا الشرقي من مدينة كلباء.